ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على اكتر الهدايا المناسبه لاصحاب برج الاسد. برج الاسد وقار وشخصيه جدا، بيحب جدا جدا ان يكون شيك، يكون ملفت، يكون ظاهر، الاضواء تكون متسلطه عليه. اكتر الهدايا اللي بتكون مناسبه ليه انه الحاجه اللي تزود من الاضواء عليه. يعني ايه؟ يعني بيحب سواء كانت ساعه ماركه فخمه، حاجه لو في اللبس تكون حاجه مثلا قميص يكون شيك جدا، يكون ماركه، يكون الوان زاهيه، تكون حاجه لما يلبسها يبقى فخور بيها. يعني بيحبوا دايما الحاجة الهدايا اللي يفتخروا بيها قدام الناس، يقولوا ده الشخص او الفلان ده جاب لي الهدية دي، ده حاجة رائعة جدا، ده ماركة كذا، دي حاجة دي غالية جدا. فهم عايزين دايما يفتخروا بالحاجة دي. بيحبوا جدا الهدايا اللي هي المجوهرات، سواء كان الذهب، بيحبوا كمان جدا الفضة، على حسب إمكانية الشخص اللي موجود قدامهم، لكن الحاجة لازم تكون ملفتة، يعني شكلها يكون جميل، سواء كانت الفضة أو ذهب أيا كان، لكن لازم تكون بالنسبة لهم شكلها حلو. وزي ما قلت اللبس يكون لبس ماركات، ساعة تكون فخمة، برفان يكون ماركة معروفة. بيحبوا جدا الحاجات اللي هي تبقى معروفة ومعروف ان هي حاجة غالية، حاجة قيمة جدا. دي من ناحية الهدايا. يعني عامة، يعني عشان ممكن يكون في حاجة انا لسه ما ذكرتهاش، هما الهدايا الانواع، الحاجات اللي بيحبوها، الحاجة اللي يفتخروا بيها، الحاجة اللي تكون قيمة، يقولوا ان الشخص ده جاب لنا الهدية دي حاجة فخمة جدا. كمان بيحبوا الهدايا اللي هي ليها علاقة بايه؟ مسرح، ان انتم تعزموهم على مسرحية كذا، على سينما كذا، على حاجات من الحاجات دي، الحاجة اللي هي تخليهم يبقوا فرحانين. ورد يكون شكله حلو جدا، الوان تكون اللي هي الالوان الاحمر والبنفسجي، ابيض، الاصفر، الالوان دي بتفرق معهم جدا. الالوان اللي هي اللي فيها روح، اللي ليها معنى. كمان بيحبوا الحاجة اللي فيها سفر او خروج، او ان يلا نتفسح في مكان كذا، والمكان ده يكون مكان مبهج جدا، الحاجة اللي من الاخر تخلي ان هم يبقوا فرحانين، يبقوا اول ما يوصلوا المكان ده يتنططوا من الفرحة. دي بالنسبة لهم بتبقى حاجة برضو حلوة جدا، وبتعتبر من الهدايا اللي هي حلوة جدا، او مكان ممكن تقدم فيه الهدية بتاعتك. انما بقى انك تاخد الهدية وتقدمها له في كافيه، او تقدمها لها في كافيه والكلام ده، ده مش هياكل معاهم. ممكن اكتر مكان هم ممكن يبقوا حابينه ومستريحين فيه تقدم لهم فيه الهدية دي، هيبقى يوم سعيد جدا بالنسبة لهم، يوم مش هينسوه. هما من النوع اللي ما بيحبوش بقى قعدة الكافيهات والمطاعم والحاجات دي. هو ممكن يقعدوا فيها، لكن هما بيتحرجوا، يعني هيتحرجوا جدا، يبقوا بياخدوا الهدايا يحسوا ان بقى في الدنيا كلها شايفاهم والحاجات دي، لكن عايزين يتوهوا في وسط الزحمة ويبقوا هايسين وعايشين حياتهم، يبقوا مريحين اكتر، فرحانين، الكلام ده اللي بيفرق معاهم وهيتبسطوا بيه اكتر. لكن لما يبقوا مكسوفين فيبداوا ايه، ان هما بعد كده او بعد فترة يفتكروا ان هما كانوا مكسوفين، فيزعلوا ان هما احنا كنا مكسوفين ليه. فلا، خليهم يبقى يوم بالنسبة لهم ما يتنسيش، انه يبقى يوم فيه فسحة، فيه حاجة دخلت الفرحة على قلبهم، فيه مرح، فيه ضحك، هم ضحكوا، ده هيفرق معاهم جدا جدا. ودي اكتر الهدايا اللي هي اللي احنا قلنا ان هو بيحب يفتخر بيها، سواء بقى كانت نظارة ماركة، الحاجات دي عامة. يعني عامة انا بتمنى ان انا اكون فدتكم. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بشكركم جدا وسلام.